طيب ان شاء الله النهارده ميعادنا مع ليسون جديد وبيتكلم عن حاجه اسمها ماثيماتيكال اكسبريشن. ماثيماتيكال اكسبريشن جاي من كلمه ماثيماتيكال، جاي من كلمه ماس، واكسبريشن يعني تعبيرات. فانت لو جيت تشوف يعني ايه ماثيماتيكال اكسبريشن، يعني تعبيرات رياضيه. طب ليسون ده بيتكلم عن ايه النهارده؟ بتعمله كلعبه ازاي؟ ساعات بشوف حد منكم بيدي لصاحبه اسم فيلم او اسم مسلسل ويديهوله في ورقه ويقول له مثله لاصحابك، فانت هو بيمثله بالاشارات. انت نفس الحكايه، هو يكتب لك جمله وانت الجمله هتعبر عنها بالمس ازاي. بس الاول، بس عشان تلعب اي لعبه وتمثلها لازم يبقى انت عارف قوانين اللعبه وقواعد اللعبه. 3 بلس 2، 3 ادا 3 بلس ادا بلس 2 ادا 2، فده 3 بلس 2. طيب احنا نفس الحكايه هنلعب اللعبه، بس مش هيجيب حاجات سهله زي دي، هيجيب لنا برضو حاجات في سننا. بس الاول عايزين نتفق على شويه حاجات. شويه حاجات زي ايه؟ زي مثلا كلمة اد. اد يعني ايه؟ اد يعني انت بتزود، يعني بلس. طب لو قال لي سبتراكت، سبتراكت يعني ماينس. لو قال لي مثلا كلمة تايمز، تايمز يعني ايه؟ تايم يعني ملتبلاي. يعني مثلا لما بقول لك 3 تايمز يعني 3 مرات، فانت بتعمل ملتبلاي في 3. لو قال لي ديفايد، ديفايد يبقى انت بتعمل علامة ايه؟ فهمت ان في عندك ديفايد. لو قال لي مثلا سم، سم اوف تو نمبرز يعني تو نمبرز بعمل لهم بلس. قال لي ديفرنس، ديفرنس يعني ايه؟ يعني الفرق. فانا بقوم عامل ايه؟ بتعمل ماينس. فلو شفت ديفرنس بتحط ماينس. انا مثلا لو اقول لك ديفرنس بتوين يور ايدج اند يور مثلا براذرز ايدج، الفرق بين عمرك وعمر اخوك، فبتماينس. لو انت عندك 11 واخوك عنده 9 بتماينسهم من بعض. مثلا لو قلت لك برودكت، برودكت يعني الناتج بتاع الملتبلاي، فانت تفهم ان انت بتعمل ملتبلاي. لو قلت لك مثلا كوشنت، كوشنت ده الناتج بتاع الديفايد. لو انت عندك مساله ديفايد اللي بعد الايكوال بسميه كوشنت، فانت لو شفت كلمه كوشنت بتعمل ديفايد. تعال نشوف المسائل ازاي. تعال يلا بينا. هنا بيقول لي ايه؟ اد 6 تو نمبر اكس. اد يعني بلس، 6 تو نمبر اكس يبقى 6 اكس بلس 6، زود 6 على الاكس يبقى اكس بلس 6. طب سبتراكت يعني ماينس، سبتراكت 3 فروم النمبر واي. انا فهمت ان عندي ماينس وعندي 3 وعنده واي، اكيد الماينس في النص. سبتراكت 3 يعني ماينس 3 من الواي، يبقى الواي هي الكبيره، يبقى واي ماينس 3. طب هنا ملتبلاي 5 باي ذا نمبر زد، طب هكتبها 5 ملتبلاي زد. لا كده غلط، لان حد ممكن يقراها 5 اكس زد. انا في الملتبلاي عامه الملتبلاي الديفولت بتاعي الستاندرد بتاعي ان انا ما بقولش الملتبلاي. يعني انا لو رحت اشتري خمس اقلام بقول له اي ونت 5 بنز، ما بتقولوش 5 ملتبلاي بنز. راح تشتري 3 كيلو طماطم ما بتقولوش مثلا 3 في كيلو طماطم، لا بتقول له 3 كيلو طماطم على طول. فانا في الملتبلاي ما بقولش علامه الملتبلاي، فبتكتبها على طول بوزاره الساين من غير الساين، يبقى 5 زد. ديفايد ذا نمبر ام باي 3، ديفايد يبقى انا فهمت ان عندي ديفايد وعندي ام وعندي 3، فاكتبها ازاي؟ اكتبها ام ديفايد 3. اول حاجه هنا مثلا بيقول لي مساله زي دي، بيقول لي رايت اسمبلوك اكسبريشن، اكتب لي تعبير رياضي فور ايتش اوف ذا فولوينج لكل من اللي جاي. بيقول لي 5 مور ذان ذا نمبر اكس، 5 انت فهمت ان عندك 5، مور ذان يعني زياده، بلس نمبر اكس يعني انت عندك نمبر اسمه اكس. طب انا هكتبها ازاي؟ هتكتبها يا اما 5 بلس اكس يا اكس بلس 5. طب تعال نشوف مساله زي بي. هنا بيقول لي 3 less than y، 3 اصغر من y، فانت تفهم ان مين الكبير؟ افهم ان الواي هي الكبيره، فالحل هيبقى y minus 3. طب انا مثلا لو قال لي 4 times number x، 4 يبقى انا فهمت ان عندي 4. 4 times number x، 4 مرات الاكس، فانا هكتبها 4x. very good. A number y divided by 6، النمبر اسمه ايه؟ y. divided by يعني انت عملت ديفايد. divided by كام 6؟ فانا هكتبها y divided 6، او ممكن تكتبها y over 6، او ممكن تكتبها 1 over 6y، سدس الواي. طب هنا بيقول لي twice of a number b، twice يعني مرتين، مرتين ال b، فانا بكتبها ازاي؟ 2b. very good. طب 6 less than half number x، 6 انت فهمت ان انت بتتكلم على 6. less than يعني minus. لو قال لي number x انا هكتب x، لكن هو مش بيقول لي less than number x، بيقول لي half يبقى نص ال x. طب انا هكتبها 6 minus half x في الماينس، ركز، ولا half x minus 6؟ تعال نشوف مين الكبير. بيقول لي 6 اصغر من نص ال x، يبقى نص ال x هو الكبير، يبقى هكتبها half x minus 6، half x minus 6. طب هنا تعال نشوف مثلا سؤال زي ده، بيقول لي add 5 to the number y، add يعني بلس، 5 عندي 5 والنمبر اسمه y. طب انا اصلا بلس لازم تبقى في النص، هكتبها ازاي؟ 5 بلس y ولا y بلس 5؟ ما يفرقش في البلس، ما يفرقش، خليها y بلس 5 يبقى شكلها احلى. طب لو اجي مساله تانية بيقول لي اد، اد يعني بلس، 3 عندك 3
تو 4 تايمز النمبر اكس، اربع مرات الاكس، فانا 4x. طب هتكتبها ازاي؟ 3 بلس 4x ولا 4x بلس 3؟ ما يفرقش في البلس، هكتبها 4x بلس 3. طب هنا سبتراكت يعني ماينس 4 اضف 4 فروم هاف نمبر اكس ماينس ال 4 من هاف الاكس، فانا فهمت ان انا عندي هاف اكس. طب هتكتبها ازاي؟ اكيد الماينس مستر في النص، هتكتبها 4 ماينس هاف اكس ولا هاف اكس ماينس 4؟ ركز وشوف مين الكبير. سبتراكت 4 فروم هاف الاكس، لما باباك مثلا يقول لك هات 10 جنيه من جيبي، 10 جنيه من جيبه، يبقى اكيد اللي في جيبه اكبر او ايكوال لل 10 جنيه. هو عمره ما يقول لك هات 10 مثلا من ماي بوكيت، من المحفظه بتاعتي، الا لو كان في جيبه اكتر من 10. فانا هنا بقول لي سبتراكت 4 فروم هاف الاكس، يبقى هاف الاكس هو الجريتر، يبقى هاف اكس ماينس 4. طب ذا كوشنت اوف كي باي 2، انا فهمت ان انا عندي كي وعندي 2. طب كوشنت يعني ديفايد، فانا هعمل كي ديفايد 2. طب تعالى كده نشوف فكره سؤال تانية. بيقول لي اف باسم از اكس ييرز اولد، لو باسم عنده اكس ييرز اولد، عنده عمره دلوقتي اكس. انا ما اعرفش باسم ده اخويا اللي عنده 10 سنين، ولا باسم صاحبي اللي عنده مثلا 11 سنه، ولا باسم جارنا اللي عنده 20، ولا باسم مثلا جده، صاحب جده مثلا، جده باسم مثلا قريب حد عنده 50. انا ما اعرفش باسم عنده كام، فهو هنا مسمي لي النمبر اكس، يبقى انا فهمت ان عندي اكس. بيقول لي يوز الاكس تو رايت ان اكسبريشن، استخدم لي الاكس عشان تعبر عن ايه، تكتب لي تعبير. بيقول لي ذا ايدج اوف باسم افتر 9 ييرز، عمر باسم بعد 9 سنين، فانا بعد 9 سنين يبقى كده عمره باسم هيزيد. لو هو عنده 10 هيبقى عنده 19، لو عنده 1 هيبقى عنده 10، لو عنده 3 هزود على 9 تبقى 12، لو عنده 50 اعمل لها بلس 9 تبقى 59. طب ايدج اوف باسم افتر 9 ييرز يبقى اكس بلس 9. طب ذا ايدج اوف باسم 5 ييرز اجو، عمر باسم اللي انا مسميه اكس بس من 5 سنين فاتوا، يبقى اكيد اقل، يبقى اكس ماينس 5. طب تعالى نشوف مسألة تانية. طب هنا بيقول لي اد 3 تو دبل ذا نمبر اكس، اد يعني بلس، بلس 3 على دبل الاكس، دبل الاكس اللي هي 2x، يبقى اكتبها ازاي؟ 3 بلس 2x او 2x بلس 3، الاثنين صح. طب سبتراكت ماينس 5 فروم دبل الواي، لو هي واي يبقى ده واي، لكن هو هنا بيقول لي دبل واي يعني 2y. طب هتبقى الماينس اكيد في النص، 5 ماينس 2y اور 2y ماينس 5. مستر هو بيقول لي خد ال 5 من الدبل الواي، يبقى دبل الواي هو الكبير، يبقى اللي بعد فروم هو الكبير، يبقى 2y ماينس 5. فيري جود. اد هذا بلس 7 تو 3 تايمز الزد، لو قال لي النمبر اسمه زد ده زد، لكن بيقول لي 3 تايمز زد يبقى 3 زد، يبقى انا هكتبها ازاي؟ 7 بلس 3 زد اور 3 زد بلس 7. ها سبتراكت 3 فروم هاف النمبر اكس، سبتراكت ماينس 3 فروم هاف الاكس، يبقى هاف اكس، الماينس اكيد في النص، هتكتبها 3 ماينس هاف اكس اور هاف اكس ماينس 3. هو هنا بيقول لي فروم هاف اكس، يبقى هاف اكس هو جريتر، يبقى هاف اكس ماينس 3. ذا لاست وان اد بلس 6 تو ثيرد النمبر زد، ثيرد زد يعني ثيرد زد. طب هنا هتكتبها ازاي؟ هتكتبها البلس اكيد في النص، 6 بلس ثيرد زد صح، اور ثيرد زد بلس 6. في البلس عادي ينفع تبدل، عندك ان هو كوميوتيتيف ينفع بدل، لكن في الماينس ما ينفعش. فاهم حاجه بس الماينس هو اللي تركز فيه. هسيب لك كوتشن 6 ده هوم ورك، ويا ريت تصوره وتبعته لي، او ابعت لي الانسر واكتبها لي في التعليقات. يا ريت ان انت تكتب لنا لايك تقول لي فيه ايه اللي انت عايزنا اشرحه لك تاني، او ايه الجزء اللي انت عايزنا اشرحه لك، او ايه الليسون اللي انت عايزنا اشرحه لك، وتعمل لنا لايك او ديسلايك تقول لي ايه انت عجبك الفيديو ولا ما عجبكش. ويا ريت ان انت تعمل لنا اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد. بالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.